بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عندما نريد أن نتحدث حول إمام الزمان أو نريد أن نبحث في من هو خليفة المسلمين في هذا العصر، لابد أن نتنبه إلى نقاط وأن ننظر في عدة أمور. هذه الأمور منها نتوصل إلى معرفة من هو خليفة المسلمين. أولا، يجب على المسلمين أن ينصبوا واحدا منهم خليفة عليهم، وبهذا اتفق أو على هذا اتفق علماء المسلمين أن المسلمين لابد أن ينصب عليهم إمام منهم. لما نأتي إلى كلمات أعلام أهل السنة نجد أنها متضافرة في هذا الموضوع. فمثلا نأتي إلى ما قاله النووي في شرح صحيح مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي في الصفحة 205 من المجلد 12، نجد أن النووي قال: وأجمع على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل. أيضا البيهقي في كتابه شعب الإيمان، شعب الإيمان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي في المجلد السادس صفحة 6، فإنه أيضا ذكر هذا المعنى فقال: قال واستدل غيره، يعني غير الإمام أحمد، من أصحابنا في وجوب نصب الإمام شرعا، استدلوا بماذا؟ بإجماع الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على نصب الإمام. هذا هو الأمر الأول، وهو أنه يجب على المسلمين أن ينصبوا إماما، أن ينصبوا واحدا منهم خليفة عليهم. الأمر الثاني، نأتي إلى صفات هذا الإمام. صفات هذا الإمام ما هي؟ أما عند الشيعة الإمامية فالشيعة الإمامية اشترطوا في صفات إمام المسلمين أو خليفة المسلمين صفات عالية جدا. هذه الصفات لا تتوفر في أكثر الناس، من ضمنها العصمة، أن يكون معصوما عن الخطأ، عن الزلل، عن الكذب، عن الذنب، عن الجهل. أيضا أن يكون منصوصا عليه من الله سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا أن يكون أكمل الناس، أي أنه متصف بصفات الكمال التي لم يتصف بها غيره، فهو أعلم الناس وأشجع الناس وأحلم الناس وأكرم الناس وأتقى الناس وغير ذلك من الصفات التي لا تتوفر إلا لواحد في هذه الأمة هو إمام المسلمين. أما عند
غير الشيعة فاشترطوا شروطاً أو صفات كثيرة في صفات خليفة المسلمين، من أهمها ثلاث الذي سأذكره ثلاث. أولاً أن يكون من قريش، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله: الأئمة من قريش. وهذا حديث نص غير واحد من أعلام أهل السنة على أنه حديث متواتر، ومن ضمن من نص على ذلك الألباني، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه إرواء الغليل في الجزء الثاني في صفحة 298، فإنه ذكر هذا الحديث برقم 520، حديث الأئمة من قريش، وذكر من خرج هذا الحديث ومن صححه، ثم قال بعد ذلك: قلت، وذكر العلامة القاري في شرحه لشرح النخبة أن الحافظ، طبعا إذا قيل الحافظ يعني ابن حجر، قال في هذا الحديث إنه متواتر، ولا يشك في ذلك من وقف على بعض الطرق التي جمعها الحافظ رحمه الله كالتي نسوقها هنا، أي أن هذا حديث متواتر. فأولا أن يكون من قريش، ثانيا أن يكون عالما مجتهدا لا يحتاج إلى غيره في النوازل في الحوادث، يعني كل حادثة يعرف ما هو حكمها الشرعي. ثالثا أن يكون عادلا غير فاسق، أن يكون متصفا بالعدالة، لا يرتكب المعاصي، لا يترك الواجبات الشرعية. هذه الصفات ذكرها القرطبي في كتابه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في المجلد الأول، فإنه ذكر في صفحة 270 ذكر ما يجب أن يتوفر في إمام المسلمين، وذكر عدة أمور. قال: الحادية عشرة، المسألة الحادية عشرة في شرائط الإمام، وهي 11. ذكر أولا أن يكون من صميم قريش لقوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. ثم ذكر أيضا أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين، يعني مجتهدا لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث. قال: وهذا متفق عليه، كما أن الأول قال وقد اختلف فيه وهو أن يكون من قريش، لكنه هو المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا، إلى أن يقول الحادي عشر: أن يكون عدلا، لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق، يقول لا خلاف بين الأمة، هذا موضع إجماع. ثم قال: ويجب أن يكون من أفضلهم في العلم، إلى آخر ما قاله. فإذا على هذا الأساس نقول إنه لابد من توفر مجموعة من الصفات في إمام المسلمين، وأهمها أن يكون من قريش، أن يكون عالما مجتهدا، أن يكون عادلا غير فاسق. المبحث الثالث: وجوب المبادرة إلى بيعة إمام المسلمين بعد أن يثبت أن زيدا مثلا هو إمام المسلمين، هو خليفة المسلمين، يجب على كل مسلم أن يبادر إلى بيعته. عند أهل السنة رووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله
رواه مسلم في صحيحه في المجلد الثالث صفحة 1478 صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي في صفحة 1478 روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله عن ابن عمر أن ابن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع ثم قال أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. هذا ليس شاهدنا، شاهدنا هو قوله ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني لابد أن يكون الإنسان قد بايع إمام المسلمين ولا يجوز له أن يتخلف عن ذلك، وكلمات أعلام أهل السنة في ذلك كثيرة، من ضمنها ما قاله ابن حزم في كتابه المحلى، فإنه ذكر في المجلد الثامن المحلى بالآثار للإمام الجليل المحدث الفقيه الأصولي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي في صفحة 420 قال مسألة، قال أبو محمد وهو ابن حزم رضي الله عنه لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه لإمام بيعة. لا يجوز له أن يبات ليلتين لم يبايع إمام المسلمين، لابد أن يبادر ويسرع إلى بيعته، بل لا يجوز له أن يتخلف عن البيعة، وأفتوا بأنه يجبر عليها، ومن ذلك ما قاله القرطبي في كتابه وفي تفسيره الجامع لأحكام القرآن في المجلد الأول في صفحة 272 فإنه قال إذا عقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد، اتفق أهل الحل والعقد وعقدوها لإمام صار هو خليفة المسلمين، أو بواحد واحد بايع شخص فصار إماما على ما تقدم، وجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة وإقامة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تأبى عن البيعة يعني رفض أو لم يبايع لعذر عذر، إذا كان عنده عذر لا بأس، ومن تأبى لغير عذر جبر وقهر، يجبر على أن يبايع إمام المسلمين لئلا تفترق كلمة المسلمين. فعلى هذا نقول إن بيعة الإمام لازمة ولا بد من المبادرة إليها. المبحث الرابع، لا يجوز أن يكون إمامان في عصر واحد، يعني جميع المسلمين من أقصى بلاد المسلمين إلى أقصاها لا بد أن يكون إمامهم واحد، خليفتهم واحد، لا يجوز أن يتعدد الخلفاء. وبهذا صرح أعلام أهل السنة، من ضمنهم النووي في شرح صحيح مسلم في المجلد الثاني عشر في صفحة
132 قال: واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا. يعني حتى لو كانت رقعة البلاد الإسلامية واسعة جدا. وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد: قال أصحابنا لا يجوز عقدها شخصين، يعني لشخصين، إلى آخر كلامه. فإذا لا يجوز أن تعقد لإمامين. وهناك كلمة جميلة إلى ابن كثير قالها في تفسيره، في تفسير القرآن العظيم للإمام إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، المجلد الأول في صفحة 72، فإنه قال: فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان. وهذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين. وبعضهم يشبه عقد الإمامة الاثنين كعقد امرأة لزوجين اثنين، لرجلين. المبحث الخامس أنه لو فرض أن الخلفاء قد كثروا وتعددوا، ففي هذه الحالة ماذا يجب على المسلم؟ هل يبايع هؤلاء الخلفاء المتعددين أم ماذا يصنع؟ قالوا إنه يجب أن يبايع الأول فالأول، يجب أن يبايع واحدا وهو أولهم، وأما من بعده فلا يجوز مبايعته. واستدلوا على ذلك برواية رواها البخاري في صحيحه، صحيح البخاري للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في الجزء الثاني في صفحة 1074، قال أبو حازم: قال سمعت أبا حازم قال: فأعدت أبا هريرة، أو قاعدت عفوا، قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو من الوفاء، فو ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. يعني يجب الوفاء عن أو لبيعة الإمام الأول دون الباقي. قال النووي في شرح صحيح مسلم في المجلد 12 صفحة 231، قال كلمة تنفع في هذا الشأن. لما ذكر هذا الحديث قال: ومعنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه على هذا الثاني طلبها. يقول: وسواء عقدوا للثاني
عالمين بعقد الأول، جاهلين يعني أم جاهلين، وسواء كان في بلدين أو بلد، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره، قال هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء، أنه يجب الوفاء ببيعة واحد من الإمامين فقط. بل ورد في بعض الأحاديث أنه يبايع الأول والثاني يقتل، يجب قتل الثاني. وهناك رواية في صحيح مسلم تدل على ذلك في المجلد الثالث صفحة 1480، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. إذن إخواني الأعزاء، بعد هذه المقدمات نقول هنا: من هو خليفة المسلمين الذي يجب على المسلم أن يبايعه؟ من هو الذي اتصف بهذه الصفات التي قلناها؟ أما عند الشيعة، الشيعة ذهبوا إلى أن إمامهم هو الإمام محمد بن الحسن العسكري سلام الله عليه، وهو الإمام المهدي المنتظر. غير الشيعة لما نأتي إليهم نجد أنهم لا إمام لهم، يعني لا يوجد إمام واحد، خليفة واحد لكل الذين ينتمون إلى غير مذهب الشيعة. فعلى هذا، ألا يخافون أن تكون ميتتهم ميتة جاهلية كما في الحديث الذي ذكرناه والذي أخرجه مسلم في صحيحه؟ أما الشيعة فبالنسبة إليهم نقول إمامهم هو الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلا يخلو الأمر، إذا كان هو خليفة المسلمين حقا، إذا كان هو الإمام الذي يجب على كل مسلم أن يبايعه، فالشيعة بحمد الله ونعمته اعتقدوا بأن هذا الإمام هو إمامهم، وبذلك لا تكون ميتتهم ميتة جاهلية. وأما لو فرضنا أن الإمام الذي يجب عليهم أن يبايعوه ليس هو الإمام محمد بن الحسن العسكري، وإنما هو شخص آخر، فهذا كلام أولا فاسد وغير صحيح، لأنه لا يوجد إمام آخر تدعى له الإمامة على كافة المسلمين من أقصى بلاد المسلمين إلى أقصاها. لا يوجد إمام، لا هو يدعي ولا يدعى له. فإذا تتعين إمامة وخلافة الإمام المهدي سلام الله عليه، نقول: لكن لو سلمنا، لو فرضنا أن الإمام الذي تجب على المسلمين بيعته ليس هو الإمام محمد بن الحسن العسكري سلام الله عليه، فالشيعة معذورون، لا تكون ميتتهم ميتة جاهلية، هم معذورون. لماذا؟ لأنهم بايعوا إماما قطعوا ببيعته وجزموا ببيعته وجزموا بأنه إمام المسلمين. فما دام هؤلاء الشيعة، أو ما دام الشيعة قاطعين بأن هذا إمام لهم وبايعوه واعتقدوا بإمامته، فإن أصابوا فالحمد لله، وإن لم يصيبوا فهم معذورون، ولا تثريب عليهم ولا مؤاخذة عليهم. هذا ما أردت أن أقوله في هذه الحلقة،
وإن شاء الله ألتقي بكم في حلقة أخرى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.